مشاهدينا مشاهدي قناة مصر الزراعية، النهاردة حلقتنا من فات قديم وتاه معنا مثل كالعادة مع عم أنور. هو طبعا ما قاليش عليه، بس اللي أهم من المثل إن احنا هنتكلم عن النباتات العطرية، وهي مش كتير مننا يعرف زراعة النباتات العطرية ويعرف موجود منها إيه واستخداماتها. المثل اللي معنا إيه؟ أنا الأول بصب عليكي وبصب على حبايبي اللي قاعدين معايا. صباح الخير يا ماما. وبقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. الله، وانتوا قاعدين في الرائحة الجميلة دي، النباتات الطبية والعطرية اللي قالت عليها أستاذتنا الأستاذة عبير، وربنا إن شاء الله يكبر بالخاطر. وعندنا أنا هقول، لأن يعني ده مش مثل، هو مش مثل، هو يعني زي ما تقولي كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا كلمتين حلوين. قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير. عامل المسك وبائع المسك تجد عنده رائحة جميلة، أما نافخ الكير فهتلاقي ريحة أو ولعة أو أي حاجة. فده مثل محترم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل نافخ الكير وحامل المسك. صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. والنهاردة إحنا برضو في كلامنا انت بقى يعني عارف ان انت حت ايه حت ضروري هتسالي في النباتات الطبيه والعطريه. ومعانا المهندس محمد الصقرا، المهندس محمود، عم الحاج محمود اساتذه زراعه النباتات الطبيه والعطريه اللي هي دي احنا شايفينها بالظبط كده. فانت برضو اي حاجه محتاجاها في النباتات الطبيه والعطريه تقولي لنا عشان الناس دي تجاوب معانا. طيب احنا بس هنسال كده واحده واحده. احنا دلوقتي قاعدين، انا شايفه قدامي بنفسج وشايفه ورايا عطر، صح كده؟ سليم. طيب ده بيتزرع طول السنه ولا له مواسم معينه؟ لا، هو الزراعه هو بيعتبر من الزراعات، من يعني بيقعد في اتفضل ديك انا عن الموضوع ماشي. مواعيد طب قول لي البنفسجي. لهم مواعيد محدده في الزراعه ومواعيد محدده. بينزرع كم مره؟ لا، هو معمر، لما بينزرع بياخد 3 سنين في الارض. 3 سنين في الارض. 3 سنين في الارض. تمام. بعد ال 3 سنين؟ لا، انا اقصد انا اعرف ان معظم النباتات اللي بتدي زهور او النباتات العطريه بتبقى من اول الربيع بتبدا تظهر وتبقى كويسه، وفتره الشتاء بتبقى في حاله سكون. ايوه، البنفسجي كده. بص حضرتك، ده بيبدا من شهر 9. الارض بتتجهز وبتتشال الشتل، يعني الشتل منه فيه، يعني زي العود اللي انت حضرتك شفتيه كده، بتتاخد وتتزرع تاني في الارض. بتبدا اول حشه يتعامل معاها المعامله الري والاسمده والعفش والحاجات دي، بتبدا اول حشه معانا من 15/5، بحيث ان هو على ارتفاع كده. يعني هو بيكون يعني انا بيتحش عادي. بيعلى بيعلى بيعلى. ولما بحشه بيطلع غيره؟ بيطلع غيره بعد شهرين، بعد 60 يوم. لان انا باخده 4 حشات على طول الموسم. تمام. كل 40 يوم وكل 60 يوم بعد الحشه الاولى باخد حشه. بيبدا في شهر 12 اخر حشه اللي هي حاله السكون. حشيته خلاص، بتبدا حاله السكون، الجد اللي ساكن في الارض وما يطلعش. بس بترويه عادي. بيشرب عادي وياخد تنظيفه عادي وكل حاجه تمام التمام. تمام. ياخد اسمده؟ طبعا. اي مبدأ الاستاذ عبير على الذكاء. بياخد اسمده؟ هو طبعا قبل الشتلات ما بتنحط في الارض، المفروض احنا بنعمل خدمة، حاجة اسمها خدمة للأرض. الخدمة دي طبعا بنحرس الأرض كلها، بين حاجة اسمها نقصبها، تبقى الأرض متساوية عشان ما يجافش بيرك مية في الأرض وتأثر على النبات نفسه، خدت بقى حضرتك. ونسيب الأرض تتشمس لمدة 10 أيام عشان الأرض لو فيها أي فطريات ننتهي منها، وبعد كده بنحط الشتلة في الأرض ونبدأ نتعامل بقى زي الحاج محمود مجال، لان هو استاذ في زراعه الايه البنفسجي. الشتله دي بتجيبوها منين؟ الشتله دي ليها اماكنها. بص حضرتك، الشتله دي انا مثلا عندي ارض عايز ازرعها اهو. باجي في شهر 9 في نهايه الحشه الثالثه، بحش الحشه الثالثه واروي الارض واسيبها لما تبدا تخضر شويه كده عشان العود يبقى صغير، وابدا اجلع من نفس الفصيله وازرع وانجز. انا مش عايز الكلام ده، انا عايز الكلام. انتوا اول ما زرعتوه اول ما زرعتوه شفنا منين؟ شتلته برضه شارينها من اماكن مزروع فيها نفس البلد. نفس الطريقه. هو عايز يعرف اذا كان قصور ولا شاتل. من حته موثوق فيه. انا سمعت عم انور وبقول عمليه التسميد. عمليه التسميد دي هو له انواع معينه من السماد. يعني انا ما اقدرش احط سماد اليوريا العالي الكيماويات فيه
النباتات العطريه والطبيه، لان بتاثر على العجينه وممكن تترفض لما تتصدر، لان الحاجات دي كلها بتتصدر، بتعمل عجينه وتتصدر لفرنسا وبتصدر لاماكن فبتتحلل بره. لو انا حطيت فيها سماد اليوريا اللي هو 46.5% هترفض، هترجع لي تاني. فانا بحط فيها ايه؟ سماد سلوفات النشادر او سلوفات البوتاسيوم، الحاجات اللي هي ما فيهاش كيماويات. استنى عليا يا باشمهندس، يعني انا عندي بنفسي وبعمله عجينه وبصدره لفرنسا ويجي لي برفان باغلى سعر. لان انا ما عنديش المصنع، انا بطلع كشفتيها كده. بنصدر احنا بقى ايه؟ عجينه، بتصدر عجينه. هنا بعد حضرتك في مصانع هنا للعجينه دي، عندنا عندنا زرعتنا وعجينتنا وبنبعتها تتصنع مع بره. ليه ما نعمل وبعدين تجي لنا هنا بالجرام تطلع عجينه خام، تخش المصنع تتصنع عجينه خام. والمصنع اللي هنا ده بتاع قطور باين ولا فيه في قطور وفي في محل تروح؟ المصنع بتاعنا احنا طبعا. طب انا لاحظت حاجه بقى وانا جايه كده، وانا جايه في ارض البنفسج، لاحظت ان في اقفاص خوص من بتاعه زمان. ده اللي انتوا بتجمعوا فيها؟ لا ده دي حضرتك بنلموا فيها اللي هي زي دي كده. ايوه ده دي بنلموا العفشه اللي هي مع التنظيف ونطلعه بقى يدوي. تنظيف العفش يدوي حضرتك. ما لاحظتيش كمان ان في ذره مزروع في الارض؟ خدت بالي. ليه؟ ما اعرفش. لان البنفسج بيحب الظل، فالعود الذره، عود الذره يطول يضلل عليه اثناء الحر الجامد في الارض، يقوم يضلل عليه. استاذ عبير، لو الحر طال ده الشمس والسخونه بتاعت الجو بتخلي ده يصفر. والنبات اذا اصفر خلاص ما يكبرش. المصنع عايزه اللون الجاف، اللون اللي انت شايفاه ده، لان لو اصفر ما يديلوش النسبه اللي هو عايزها. كمان في حاجه، كمان في حاجه يا استاذ عبير، انت ملاحظه ان في خط مزروع وخط لا، اما ده يطول وينشف يقوم التاني مزروع عشان يطلع يضل بعده. يعني استمراريه، استمراريه في الظل. لازم ياخد حاجه جميله. طيب انا بس بقى يا باشمهندس، اتفضل. انت دلوقتي ابتديت تكلمنا عن الخدمه في اراضي النباتات الطبيه والعطريه، وقلنا الخدمة دي أهم حاجة طبعاً في تسوية الأرض وتسحيفها وتخطيطها بمعدل 10 ل 12 خط في الأصابتين، مهمة قوي 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 عشان أنقل الشتلة، شتلة تبقى إيه؟ شتلة مهمة في الأرض المستديرة في الخط دي. أو الباشمهندس محمود يقول لنا، أنتوا كناس زراعيين بتستفيدوا إيه من العلاقات ما بينك وبين المزارعين بتاع النباتات الطبيه والعطريه؟ نستفيد من ناحيه انتاج النباتات الطبيه والعطريه ديت، بتفيد البلد مثلا في تصدير العجينه بتاعتها، بتجيلنا عمله صعبه، بتجيلنا عمله صعبه كدوله، بتستفيد بها مثلا اللي هو المصانع والعماله برضو عايز اقول، انت بتعمل توعيه ارشاديه للمزارعين اللي هنا دي ولا لا؟ لا نعم، بنعمل توعيه على طول، ونيجي على طول نتابع النبات نفسه، بتتابعوا النباتات نفسها، ولو فيها تغيرات او فيها حاجه بنقول لهم عليها. يعني النباتات الطبيه والعطريه دي ذات قيمه اقتصاديه عاليه. امال ايه؟ عاليه، بتعد الدولار بتدخل دخل للبلد بتاعنا، وتدخل دخل لصاحب الارض وصاحب الارض والناس المهتمين بزراعتها وبناخد منها حاجات. ممكن انا عايز بس اقول لكم على حاجه يا عبير. قول يا عم في النباتات الطبيه والعطريه دي، قول. ست الله يرحمها، الله يرحمها، كانت دايما لما بطني توجعني تيجي قاعده، تعالى يا اخوي اقعد جنبي وتغلي لي شويه نعناع عشان بطنك، واشرب تروح المغص اللي في بطنه ويروح حاجه. يبقى احنا استفدنا استفاده كامله. طبيب في البيت يعني ما انا بقول لك سته الله يرحمها، شوف اهل زمان كانوا بيعملوا ايه. احنا النهارده لازم نهتم بكل، وزمان برضو يا عم انور كانت كل البيوت زرعه النعناع زي ما انت بتقول كده في البلكونات، منظر جميل بيجدد الاكسجين، ريحه حلوه طبعا. والشاي العصريه لازم يكون بنعناع. فاكره انت الشاي ابو نعناع؟ فاكره. طب بما اننا قاعدين بقى زهور ونباتات، معانا زهره صغيره، اسمك ايه؟ اسمك شهد. الله، عاشت الاسامي يا شهد. انت بتحبي الزرع يا شهد؟ بتحبيه؟ هو انا مش يعني انا عارفه ان مصر خيره بكل حاجه الحمد لله، وفي زراعات عندنا كتير جدا، لكن النباتات العطريه فعلا او النباتات العطريه والطبيه انا ما كنتش اعرف انها موجود.
انا كتير عادي الاقي ارض رز، ارض غله، ارض قمح، نخل، بطاطس، تفاح، استوفندي، خوخ، كل ده. لكن نباتات عطريه انا فاهمه ان هي يا دوب على قد الزينه بس، للزينه. لا 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 لا. لكن هي كده لا ده ده لا لا ده ده النباتات العطريه اصبحت النهارده في مصر من ضمن الدخول اللي بتجيب العمله الصعبه لمصر. خدت حضرتك يعني بتعتبر لها مصدر اقتصادي النباتات العطريه لها مصدر. انا سمعت عم انور وهو بيسال البشمهندس على الندوات الارشاديه. لا، وزاره الزراعه بتوفر من الحين للاخر ندوات ارشاديه في الجامعات الزراعيه، واحنا بنبدا نستدعي الفلاحين المعنيين بالامر، يعني المتخصص في زراعه نوعيه الندوه نفسها، وبنجيب هناك وبيجي دكاتره على اعلى مستوى بيناقشوا الفلاح وبيناقشوا ازاي يعالج وازاي يسمد وازاي يخدم، رغم ان الفلاح عندنا المصري ده خبير من ايام اجدادي. طبعا خبير، يعني كنا احنا بناخد الحكمه من اجدادنا زمان ازاي نزرع، ولكن برضو العلم لابد عن دخوله. فبيجي دكاتره على اعلى مستوى من وزاره الزراعه، وزاره الزراعه بتوفر الحاجات دي. الحقيقه انا كان نفسي كل المشاهدين مش يبقوا شايفين بس، لا يبقوا شامين الريحه، شامين كمان الريحة. احنا قاعدين في مكان عامل استرخاء للاعصاب وعامل راحه نفسيه، انا مش عايزه اقوم. الحاجه الثانيه العلاج بالاعشاب، انا مش مع ولا ضد، بس ما كل او معظم الادويه بتصنع من الاعشاب وبتصنع من النباتات. طب احنا ليه ما نرجعش في الحاجات البسيطه حتى للنباتات تاني؟ ليه ما نرجعش نغلي كمون وكراويه للنونو لبطن بتوجع؟ خدت من على الفعل الكمون والكراويه والكمون. انا يعني على 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 راي الكمون والحاجات دي، انا لسه امبارح فايت على الفرن قلت له الدنيا يا ابني بقسماط بالكمون عشان تدخلوا تاكل البقسماط من هنا. علاج علاج في كراوه، في ينسون، وفي حاجات، في شمر، في بقدونس، في كزبره، الحاجات دي ما عادتش بتتبس. كل دي نباتات طبيه عطريه. في حاجه اسمها الياسمي، الياسمين ده من الحاجات المهمه جدا اللي بتتاخد من عندنا بكميات رهيبه، مراكز كبيرة جدا في مصانع هنا وفيها مصانع لإنتاج العجينة، العجينة برضه وتطلع برضه بره وتتصدر عندنا. واحنا بنقول للناس يا ناس احنا عايزين نعمل هنا مصانع لإنتاج الزيوت بتاعة النباتات الطبية والعطرية الحلوة دي. انا والله على قد فرحتي انا على قد فرحتي بالمكان وبالمساحة المزروعة وبالنباتات المزروعة، بس انا زعلانه ان احنا عندنا زرع وعندنا عجينه وما عندناش مصنع ينتج، وعندنا خبره في الزراعه، وعندنا ايد عامله. هي مشكله النباتات العطريه في مصر زي مشكله اي صناعه. احنا بنصدر ايه؟ بنصدر كل حاجه مواد خام. يا ريت يبقى لنا مردود اقتصادي في كل حاجه بتطلع من تحت ايدينا. بس احنا بنصدر وما بناخدش العمله الصعبه. لا، ما بناخد بفتافيت، لان احنا العمله الصعبه هنرجع ناخد بيها تاني المنتج الاصلي اللي طالع من بلدنا. اضعاف سعره، اضعاف سعره. فاحنا يا ريت يبقى عندنا المصانع اللي تطلع كل حاجه من مواد خام وتحولها الى منتج نهائي بمواصفات قياسيه زي بره، واحنا نكسب بدل الجنيه نكسب 10، ونكسب بدل الدولار 10، واحنا في امس الحاجه الى العمله الصعبه اللي احنا بنجيب بيها. طب نتكلم بقى عم انور على العطرشان. ايوه، بس انا عايز اقول حاجه. قول. احنا عندنا، شوف، النباتات الطبيه والعطريه بتاخد حيز بسيط من الارض، ممكن في قلبيها ازرع حاجات ثانيه زي الذره. زي الذره عندنا، النخيل اللي احنا شايفينه كده ممكن برضه في قلب احواض النباتات الطبيه والعطريه. يعني ممكن استفيد استفاده كامله بمحصول واثنين وثلاثه في قلب الحقل. طب قول لي بقى يا عم انور، يعني انا لو زرعت نخل او ذره او اي حاجه ما ينقلش عدوى من نبات لنبات؟ العدوى المرضيه كل محصول وله امراض معينه بتصيبه، خدت بال حضرتك؟ انما احنا كل الناس اللي شغاله في العلاجات دي بتبذل اقصى جهد عشان ما تصيبش لا دي امراض ولا دي امراض. تمام، دي حاجات كلها كويسه. انت شايفه كنت بتقول ايه؟ انا بتكلم على، انا سمعت كلمه النخل. النخل ده كان زمان جدنا ايام زمان كان يجيبنا يا ابني يقول لي شوف النخله عاليه ازاي يا ابني، دي رمز العزه ورمز الكرامه. شايف لو انت جبت طوبه وحدفت النخله دي هتنزل لك ثمره حلوه تاكلها وتتغذى وتقوي جسمك. طب النخله دي يا ابني لو مش موجوده
هتقوي جسمك منين؟ طب احذف اي حاجه، احذف الطوبه في الهوي هتنزل على الفاضي. فكان جدي دايما يقعدنا ساعه العصريه كده في التراويح. هذا اللي جيت معانا في حلقه النار. نتكلم عن العطر بقى المرانه. ده عطر برضو. ده بيقول من سنه لثلاثه برضو. من سنه لثلاثه. من سنه لثلاثه. طيب وبرضو بيجي خدي الكلام. طب ماشي انا معاك. العطر بيختلف ده خالص. العطر ده فتره محدده. سنه يعني. لا ما بيكملش السنه. ما بيكملش السنه. لا ما بيكملش السنه. لا زرع. بتقصص قصه واحده. قصه واحده. طب وبعدين طب انا عندي بقص منه وازرع في ارض ثانيه. ما هو نفس الطريق. لان هو بيجي شتلات زي دي كده. وبتتقص عجل على مثلا عجل. عجل 15 سنتي تمام. وتكون الارض برضو مخدومه مستويه يعني واخده الخدمه بتاعتها. واخده الخدمه بتاعتها. ممكن ازرع على الريشتين يعني ممكن اخد 8 في القصبتين. ممكن اخد 12 في القصبتين. على حسب يعني الحجم اللي انا عايزه. وباخد من نفس الفصيله. اقص واغرس في الارض بس في ميعاد محدد. في امتى بقى؟ في شهر 9. يعني انا لو قصيته وغرست دلوقتي ما يطلعش دلوقتي في الحاله ده. لا ما يشتغلش زي الميعاد. كل حاجه لها ميعاد. وبعدين بتتفضل ان الشوشه بتمشي اسرع من العجل. يعني انا لما اخد شوشه من الشوشه من فوق. سباقي فجاه. يا سلام يا سلام على النباتات الطبيه. استنى زي ما انت. لا خلي زي ما انت راجل محترم يا عم الحاج. انت كده جبت لنا زرعه في حاله فدان بحاله. شم كده يا عم انور. الله شفت الطبيعه بتاعتنا. تمام. دي حاجات جميله ورائعه. دي في اثناء الشتله الجديده دي بتمشي اسرع من العجله اللي تحت. انا بس عايز اقول حاجه على فكره. انا بشرب الشاي بالعطر مش بالنعناع. بيتحط يا سلام. لذيذ. انا بشيل ورقه العطر واحطها يعني طعم الشاي بيها في احلى من النعناع. احلى من النعناع. والقرنفل احلى واحلى. انا هاخد الحته دي احط فيها الشاي واشرب الشاي. والقرنفل. احنا دلوقتي يعني سعداء بالناس اللي معانا دي جميلين. الباشمهندس محمود والباشمهندس محمد وشاهد. وشاهد العسل دي انا خدت منها عود شاهد. بينزلها في شهر 9 بينتهي في شهر 6. لما باجي اشيله بشيل العود شهر 6 يعني الشهر اللي بعد الجاي. ده انا لسه شاريه ما بقاليش كام يوم. لكن استاذ عبيد بيتشال من عليك شقار. خلاص زرع واحد انت وتجدد غيره. منه في ايه؟ منه في ولا مشفل ثاني؟ لا لو انا عايز اسيب مثلا شويه علشان ما اشتريش من بره. باجي مثلا على مساحه جراط او جراطين وما بحشهمش. اديهم ميتهم واديهم حاجتهم لحد شهر 9. وبعدين ابدا انقل منه. واشتغل منه. والتنظيف كله بيعتبر تنظيف يدوي ان كان في البنفسج او في العطر. تنظيف يدوي ما بتخشش اي كيماويات فيه. كله بالايد. كله عشان ما يخشش اي كيماويات فيه. يخشش اي كيماويات فيه. افادكم الله يا جماعه واحنا بنشكركم جدا وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. الحقيقه انا مش عايزه انهي الحلقه ولا عايزه اختمها لان المكان والزرع وكل حاجه هنا والريحه. المثل اللي معانا جه المره الجايه ايه؟ انت هتعملي لي زي كل مره؟ ما انا بقول لك اهو. على فكره بقى انا في ناس كتير جدا بتبعت لي على الميل انها بتبقى عايزه تعرف المثل قبل الحلقه. يبقى انا هنختصر المفاجاه من حلقه للتانيه. خليها مفاجاه في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. انا عملت اللي عليا وسالته وهو كالعاده مش عايز يقول لي لا المثل اللي معانا ولا الزرعه اللي معانا. استنونا الحلقه الجايه وبرنامجكم من فات قديم وتاه.